40 طالبا فلسطينيا يتلقون تكوينهم في المجال الشرطي بالجزائر. شروحات وافية حول المحاور الرئيسة لهذا التكوين قدمت لوزيري داخلية البلدين، وما تطلع به هذه المديرية من مهام في إطار التجديد والتكوين المتواصل تماشيا والتحديات الراهنة. العرض شمل أيضا مجمل التخصصات التي يستفيد منها منتسبو الأمن الوطني في إطار الشراكة المحلية مع المدارس والمعاهد الوطنية وفي إطار التعاون الدولي. أيضا المتدربين من المؤسسة الأمنية الفلسطينية في الجزائر بالتأكيد إضافة إلى المستوى العلمي المتقدم، هم أيضا بتعلموا مسألة في غاية الأهمية لها علاقة في الانتماء الوطني والحماس الوطني والتكوين الجيد. يعتمد هذا التكوين على المصداقية والشفافية، ويعني إعطاء كل ما لديهم بكل مهنية وبكل جرأة. ولعل تواجد أفريبول هنا بالجزائر العاصمة ما جاش صدفة، إنما نظرا إلى هذه الاحترافية وإلى المستوى العالي من التدخل ومشاركة الأمن الوطني في محافل دولية كبرى بكلمات يحسب لها ألف حساب وبخطاب يحسب له ألف حساب، يدل على إذن المستوى الراقي اللي وصلته المديرية العامة للأمن الوطني. كما اطلع وفدا البلدين عن كتب على مهام المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي الذي يعد قطبا علميا بامتياز، وأبدوا إعجابهم بمستوى تكوين إطارات الدرك الوطني في مجال التحريات والكشف عن الجرائم وما يحتويه المعهد من وسائل تكنولوجية جد حديثة وعالية الدقة. تنمية الكفاءات في مختلف المستويات قاعديا عمليتيا وقياديا رهانات متجددة لمواجهة التحولات الراهنة على مختلف الأصعدة.